والله الغلاء فاحش جدا، ويعني الله يكون في عون العالم، يعني وضع يرثى له بصراحه. يعني اليوم على مستوى سندويش فلافل يعني اكله شعبيه ورخيصه، اليوم غلت يعني حصرا على المواد الاوليه كغلت، يعني نحن نضطر حصرا نغليها. يعني شلون نغليها؟ هذا الارتفاع سببه الأساسي والرئيسي هو النظام. النظام عملة ما ضل عنده، عملة أجنبية، عملة صعبة ما ضل عنده، فلذلك عم يعتمد أنه يسحب الدولار بمناطق المحررة. بالنسبة لمناطق المحررة نحن في عنا نفوس ضعيفة عم بتحاول تسحب الدولار كمان وتتعامل مع النظام. هلا حاليا سعر الدولار عم بيتقلب بين 900 و950 رايح رجعان. ما يمر الوحيد بس اوصل للزنوج الاخر. لا 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 سكر كان 300 صار 600 في 100 غلي. عندنا الرز كان 300 صار 800 غلي اكثر من 100. مواد غذائية أساسية غلت كتير، والمواطن ما عاد يعني يحسن يقتنيها أو يشتريها.